خط الخير. خط الخير خط واحد عن طريقه ممكن تتمنى وتحلم كمان، يسمع منك ويحقق لك حلمك. شوف كم كلمة حب من القلب اتقالت، شوف كم دمعة حزن من عالخد اتشالت، أحلام كتير اتحققت وأماني كتير راح تتولد. ودلوقتي معكم وخط الخير مع عمرو الليثي على راديو مصر. راديو مصر، رمضان بيجمعنا. اهلا بحضراتكم، واولى حلقاتنا في خط الخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. خط الخير في شهر الخير، يا رب يجيب لكم الخير والسعاده. تواصلوا معانا على رقم 0160314، وربنا يا رب يقدرنا ونقدر نعمل لكم كل الخير اللي انتم تتمنوه. رمضان شهر الخير، هالهلال وشهر مبارك دايما يعود علينا وعليكم بالخير والسعاده. الخير موجود في كل مكان، بس يا ريت نقدر نوصله عشان نكسب الاجر والثواب. وبعمل الخير هيدخل على قلوبنا الراحه والفرحه. وزي ما رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام بيقول: ان لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير اليهم، اولئك الناجون من عذاب يوم القيامه. ربنا يا رب يجعلنا منهم ان شاء الله. عشان كده السنه دي في رمضان هنكون معاكم يوميا وهنسمع حكاياتكم. اتصلوا بينا عشان نسمعكم ونطبطب عليكم وتطبطبوا علينا ونمسح دموعكم. هنستقبل كل مكالماتكم من كل المحافظات، كل البيوت تكلمنا وتفضفض معانا. هنسمع قصص كفاحكم وتعبكم عشان لقمه العيش. مش بس كده، هبقى معاكم في مشوار مرضكم، وندخل الخير يا رب ان شاء الله والفرح على قلوبكم في شهر الخير مع خط الخير. نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل استقبال مكالماتكم على خط الخير، ومعاكم عمرو الليثي على رقم 0160314. خط الخير. خط الخير. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. خط الخير حضرتك؟ ايوه، مين معايا؟ انا نادية عز حامد زندون من 6 اكتوبر. اهلا وسهلا يا حاجه نادية. من دش. اهلا وسهلا. الله يخليك. انا قلت اجرب كده وان شاء الله يجي حظي كويس. أهلاً. انا عايز اتكلم دكتور عمرو. انا عمرو، انا معاكي تحت امرك. الله يخليك، الله يسترك يا دكتور، ربنا يبارك لنا وحضرتك. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك ان شاء الله باذن الله. طيب يا حبيبي، بتشكره. الله يخليك. انا فرحانه، انا فرحانه حضرتك. انا عندي 65 سنه. ايوه. كنت بتجوزها يعني من زمان طبعا. وبعدين جوزي جينا هنا 6 اكتوبر من 25 سنه. ايوه بالظبط. أيوه. ايام ما كانت لسه بتديني جديده، وكانت رخيصه وكانت حلوه، وجبت الاولاد وكنت قعدنا هنا. ايوه. وبعدين من 20 سنه حضرتك، هو جيت من وانا هنا في 6 اكتوبر حصل لي حادثه عملت لي اعاقه في رجلي الشمال. الف سلام عليك. ده كان قبل جوزي ما يتوفى. الف سلام عليك. ورجلي الشمال فيها اعاقه، يعني برغم الاعاقه اللي عندي، بس الحمد لله ربنا معايا. جه جوزي من 22 سنه بالظبط، راح برده كان نازل مصر وحصل له حادثه وتوفى. الله يرحمه. ورحت دفنته بقى. ورجعت البيت تاني ببص على الولاد، لقيتهم اربعه، بنت ولدين وبنتين، بنتين توأم ولدين صبيان، كل الولاد كانوا في مراحل التعليم. الكلام ده حضرتك من 22 سنه. ايوه. طبعا انا بصيت للولاد وعندي اعاقه، ولازم ان انا اقف مع اولادي، واللي هو كان ارزاقي وكده، ما كانش ينفع ان انا اسيبهم. وكانت امنيه جوزي ان انا اعلمهم، يعني اعلمهم. وعلمتيهم كويس يا حاجه؟ الحمد لله. عندي محمد بكالوريوس علوم ما شاء الله، واحمد بكالوريوس سياحه، وشيماء بكالوريوس. طب انت في خط الخير النهارده، قولي لي نفسك في ايه، عايزه ايه؟ انا نفسي في عمر. نفسك في عمره؟ لاني انا بربي ولادي من ايتام، احمد توفى. الله يرحمه. وسايب لي ثلاثه. وانا كل ادخاري ليهم، كل مصاريفي عليهم. عندي بنت ثانويه عامه السنه دي طالعه الاولى.
جابت يعني السنة الثانية جابة مجموع حلو, وسنة ثالثة إن شاء الله يا عيني معلوم لسه دخلها كلية طب إن شاء الله. كل قرش أنا بدخره للولاد الثلاثة اللي سابوه لي ابني. أنت ست عظيمة يا ست نادية, الست اللي زيك اللي تعمل قصة الكفاح الجميلة دي والتعب والشقة. أنت عشان نعرف إن الأم فعلا الجنة تحت أقدامها, عشان كده عشان أنت نموذج. طب أنت نفسك في عمرة دلوقتي مظبوط؟ ايوه نفسي. طب دلوقتي انت لو رحت تعملي عمره ان شاء الله تدعي لي معاك يعني؟ هدعي لك طبعا طبعا. طب مبروك مبروك, انت خلاص خدتي عمره ان شاء الله, وباذن الله تطلعي العمره, وانا يعني هاخد الرقم عندي هتواصل معاك ان شاء الله. ومبروك انت هتاخدي عمره يا حاجه ناديه, وتسافري بالسلامه وجنة, وان شاء الله تبقى عمره مقبوله باذن الله ان شاء الله. بقول ان انا هروح اعمل عمره السنه دي, كنت مبروك مبروك يا حاجه نادي, لا تستلفي ولا حاجه, وان شاء الله ربنا يكرمك وتروحي. شوفي طالما انت جواكي نفسي تزوريه, هو دعاكي. انا نفسي ازور النبي عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله تزوريه. اشوف الكعبه عديلك. الله يخليك يا دكتور, ان ربنا يخليك ويكتر الخير اللي انت حضرتك بتعمله. الله يخليك, ربنا يخليك, ربنا يبارك لك. مبروك العمره يا حاجه ناديه, وربنا يتقبل منك العمره ان شاء الله, وتقبل منك الصيام والقيام وصالح الاعمال, ويتقبل منك الخير اللي انت عملتيه لاولادك. انت يعني انت وفيتي اولادك حقهم, وربنا ان شاء الله هيوفيكي حقك باذن الله. الله يسترك. مبروك العمره, وكل سنه طيبه, ورمضان كريم عليك. سلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة من خط الخير. ربنا يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال. في انتظار اتصالاتكم على رقم 01-60-314. خط الخير مكمل معكم في رمضان, ورمضان كريم. كم كلمة حب من القلب اتقالت, شوف كم دمعة حزن من عالخد اتشالت, أحلام كتير اتحققت, وأماني كتير راح تتولد. كنتم مع خط الخير مع عمرو الليثي على راديو مصر. راديو مصر, رمضان بيجمعنا.